مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لايام الملحق المؤهل لدور ال 16 من بطوله صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز ال سعود المدي 12. معي الان في هذه اللحظات وهذه الاثناء الكابتن زياد الحربي، احد الداعمين لدواري جده ولاعب البعداني سابقا. في البدايه نرحب بك عبر قناه خالد بازيدان الالكترونيه على اليوتيوب. الله يحييك حبيبي وانت والاستاذ خالد. في البداية حدثنا قليلا عن المساهمات التي تساهم فيها والحضور المتواصل لدواري جدة. والله بالعكس، يعني هذا أقل شيء الواحد يقدمه بصراحة للعيبة حواري جدة. بصراحة في لعيبة مواهب وهذا، وإن شاء الله أكون يعني زي ما تقول داعم لهم دائما. يعني أيضا حدثنا قليلا عن مستويات الفرق المشاركة في هذه البطولة. والله في فرق، يعني في فرق ميلانو، شباب الربيع، اساس الربيع غير اسمهم، وفي فريق القايدي بصراحه اللي انا ان شاء الله من الناس اللي يعني عضو فيه ان شاء الله، واتشرف بصراحه اني في القايدي بصراحه. ايضا بما انك احد اعضاء فرقه القايدي، استعداداتكم للدور المؤهل لدور 16؟ والله استعداد عادي كذا اي استعداد، يعني كذا دوري خشيم، مو دوري واحد، يعني يمكن حوالي 5 دواري، يعني كل يوم كل بعد يومين مباراة يمكن، واستعداد عادي يعني كاستعداد يعني ان شاء الله، وان شاء الله نتوقع ان الفريق بصراحة يتأهل النهائي. نشكر الاستاذ زياد الحربي على هذا اللقاء، ونتمنى لفرقة القائد التوفيق في هذا الدور ولكل الفرق المشاركة. الله يحييك حبيبي، وان شاء الله من افضل الافضل ان شاء الله.